بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة لطيفة تهمون رئيسة جمعية الفرح للتضامن والأعمال الاجتماعية والتنمية، أشكركم على الحضور وعلى تلبية الدعوة أولا، وأشكر صحافة أصوات. اليوم إن شاء الله سوف نكون بصدد توزيع حقائب مهنية للحلاقة لخريجات مركز التعاون الوطني في إطار المبادرة الوطنية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فهي مبادرة ومشروع تنموي انطلق رسميا بعد الخطاب الملكي السامي يوم 18 يونيو 2005. كان بودنا نديروها في عيد ميلاد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن الظروف انتم عارفين، جائحة اللي كانت زعما مرينا بها، كانت اللي كان غادي القدام رجع للور، ما كانش يمكن لينا نديروا حتى شي حاجه، وكانت سبب كبير في بزاف ديال الاكراهات. فانا الشكر الموصول الكبير هو كنشكر سيدنا محمد السادس الله ينصرو على هذه المبادره الكريمه الطيبه. وبغيت نزيد نوضح لكم على ان مشاريع الجمعيه دائما في خدمه الطبقات الهشه لخلق فرص عمل وتحسين الدخل، وهي دائما على تحسين الوضعيات وتدخل الفرحه على كثير من الشرائح، مثل دار المسنين، حماية الطفولة، مركز مراكز حماية الطفولة، العديد النساء الحوامل، تتبع النساء الحوامل. فإذا ما يبقى لي إلا نقول لكم شكرا، وهذه راه بادرة كبيرة طيبة، وكنقول الله ينصر سيدنا لأنه هو اللي تسبب لنا في هاد الخير اللي حنا فيه، واللي كيتمتعوا به هاد المستفيدات اللي معانا. المستفيدات تقريبا 40 مستفيدة اللي غادي تستفد بهاد الحقيبة المهنية اللي باش تحسن الدخل ديالها، وباش تحسن أوسي الوضع ديالها المادي. الاسم ديالي نورة بشاي. من المستفيدات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، صراحة المهم بدا أول حاجة هو الشكر موصول للأستاذ محترم اللي كان كيشرف على مركز الباهية، اللي استفدنا منه بالدرجة الأولى، وجميع الأطر اللي شرفت على التكوين ديالنا. وكذلك الشكر موصول لجمعية النور اللي زادت بينا ودعمتنا بهاد الحقائب هادو اللي استفدنا منهم بزاف. وصراحه كانوا لينا كواحد الدفعه اللي ماديا استفدنا، بحكم اننا ماشي كلشي في امكانه يخدم في مراكز خاصه بالتجميل وكذا، ولكن قدرنا اننا حنا نكونوا روسنا بهذه الحقائب هادو، تنخرجوا تنخدموا عند الناس ادوميسيل، وفي نفس الوقت خصوصا الامهات اللي كنبقاو متقربين من وليداتنا، كنخرجوا تنخدموا كنجيبوا واحد المدخول يومي ديالنا، وتنجيو عند وليداتنا ما كنحتاجوش انا نغبروا عليهم يوم نهار كامل وهذا. وطبيعه الحال على راسهم اللي مسير هذا الشيء كامل كنشكروا ليه، هو صاحب الجلاله نصره الله، هو اللي عطانا هذه الفرصه هذه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، حتى هو مشكور اكيد. والشكر موصول للجمعيه الفرح اللي مد لينا يدها ودعماتنا بواحد، يعني هذه الحقيبه بالنسبه لنا حنا كناس ما عندناش وما استطعتناش اننا ناخذوها، راه شي حاجه اللي هي كبيره اللي دعماتنا صراحه وساندتنا. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.